قبل ما اسيبك، بما انك راجل قوات مسلحة، في حاجة مهمة قبل ما اسيبك اتفضل. عايز، ويا ريت الاخوة في السوشيال يقطعوا المقطع ده وحده. عايز ادي تعظيم سلام لجيش مصر العظيم، الجيش الرشيد اللي حمينا بفضل الله، ومخلينا قاعدين بنتكلم بفضل الله، وبنقول اللي احنا عايزينه بفضل الله، وفينا المعارض والمؤيد، وكل واحد له رأيه بكل احترام وتقدير. عايز اقول نص كلمة على لحظة بس، 11، لا لحظة على أكمل بس، 11 لا لا نص لا لا كلمة. لحظة أكمل بس. اتفضل. النهاردة الجيش بيفقد خيرة أبنائه في شمال سيناء، في كمين جبانة، اه طبعا. قائد قوات الصاعقة أو كتيبة الصاعقة المقدم رحمة الله عليه عصام على ما أتذكر، لأنه لم يعلن الأسماء، وثلاثة من رفاقه، وإصابة فرد بعد أن أفشلوا محاولة إرهابية، ولاذ هؤلاء الجبناء أهل الشر أعداء الوطن بالفرار. اسأل نفسك يا مصري، يعني بس عايز بيعمل افهم. ده، اتفضل. أهل الشر بيعملوا ده، وفي 197 دولة عندك ليه؟ عشان أهل الشر كارهين عبد الفتاح السيسي؟ تبقى مغفل. دول كارهين الوطن. الوطن مش ملك عبد الفتاح السيسي. الوطن ملكك أنت، ملك الشعب حافظ عليه. اسأل نفسك، العملية الإرهابية دي وفي مليارات مرصودة لعمليات إرهابية على الحدود وفي سيناء، وعمليات تخريب أضهضها قوات الأمن البواسل وأجهزتنا الاستخباراتية، ولسه شوية العملاء المرتشين أهل الشر بيتكلموا عن أحد الصحفيين إن هو تم القبض عليه وغائب قسريا عشان يفضح مصر في مؤتمر المناخ. هي مصر فإذا بتتكلم. بالنائب العام، اتفضل. النائب العام يعلن إن هذا الصحفي ضمن خلية جاسوسية هو وآخرين. اسأل نفسك ليه في الوقت ده؟ اسأل نفسك أهل الشر رصدين مليارات ليه؟ علشان يدمروا البلد، ولا عشان خاطر عبد الفتاح السيسي؟ عشان يدمروا البلد. انسى النظام، بص لبلدك. 197 دولة في مصر، لما يحصل حاجة هتقوم لها قائمة؟ تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي البطل اللي أعلن بكل قوة إنه لن يستطيع أحد أن يمس هذا الوطن، وللجيش العظيم اللي بيفقد أبنائه ودمائهم بتسيل عشان إحنا نقعد نتمنظر في التكييفات في الحر، وفي الشتاء نقعد ناكل ونتكلم مع بعضنا ومفيش حاجة عجبانة في الدنيا. أما 10,000 اللي واخدين تصريح مظاهرات، فقدامكم الساحة مفتوحة. اتفضل يا فندم، زي ما قال النهارده احمد موسى وعجبني جدا، اتفضل يا فندم، اتفضل. في 113 ملك ورئيس دوله فيك يا مأموره، في ضيافه شعب اصيل مش في ضيافه رئيس. 113 رئيس في عينين كل المصريين، 197 وفد بيمثل 197 دوله فوق دماغ المصريين، ولن نسمح بالتخريب. 11/11 ايه وكلام فارغ؟ يوم الجمعة جاي على فكرة بالمناسبة. أنا عامل يوم الجمعة في قناة الشمس بالاتفاق مع إدارة قناة الشمس حفلة فنية وطنية في حب مصر، لأن الدوري موقوف، فقررت إن أنا أعمل حفلة تاريخية في حب البلد. أهل الشر مش عايزينك تعيش أنت، يدخل لك من العوز، يدخل لك من الفقر، يدخل لك من الاهلي، يدخل لك من الزمالك. ملعون ابو اي حد عايزك بشر يا بلدي. واوعى تصدق ان نظام مستهدف، تبقى لسه مش فاهم حاجه. كلها دي وسائل للوصول الى الغايه، هد البلد. انا لا بتاع سياسه ولا بتاع ملوخيه، ولا حد بيقول لي قوليه ولا اعمل ايه، ولكن النهارده
استفزيت لماذا العملية الإرهابية النهاردة تتواكب مع افتتاح مؤتمر المناخ وقبل ساعات من كلمة 113 رئيس دولة؟ لا دي بلدنا والعشر تلاف اللي جايين يعرضوا يورونا نفسيهم وفي زيهم مليون، مش هقول لك 80 مليون يا عم، مليون مؤيدين زي ما انت واخد تصريح وعندك ساعة اديني حقي ان انا اقول وانا مع بلدي. جاي تعرض في بلدي ليه؟ انت ملك ومالي، عايز مني ايه؟ فقري الحالي وغني الحالي، فقري بقطع هدوم اخويا واعيش في مشاكلي واحلها، مشاكل في وجود دولة افخر ليا واشرف اني انا ابا في دولة، في لا دولة ولا مشاكل. لا احنا مع البلد ونحل مشاكلنا مع البلد ونعيش همنا مع بعض. اوعى حد يضحك عليك من العوز والفقر، الفقر والغنى بيد الله. اوعى تفكر، فكر معايا، المليارات اللي مرصودة دي، شوف يا فندم، شوف وكالات انباء العالم بتتكلم ليه؟ ما سألتك نفسك بايدن جاي 11/11 ليه؟ وكل الدنيا بتكرس جهودها للتخريب في بلدك 11/11 ليه؟ ممكن اكون بتكلم غلط لان انا ما بفهمش في السياسة، ولكن انا بقول اللي جوايا، لان النهاردة بكيت على اللي استشهدوا، والله يكون في عون الامن المصري، ولن نسمح بهدمها لآخر نقطة دم فينا.